المكرم الدكتور إسماعيل، يعني نحن الحين نتحدث عن الإعلام الإلكتروني ونتحدث عن المنصات الإلكترونية ونتحدث أيضا عن مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يعني من يدخل في غمار هذا الأمر ربما يجد أن الحوار السائد هو بدل من أن يكون حوار تجسير هو حوار يعني تنفير إنجاز للتعبير، وهذا ربما ما يجعل من البعض يعزف عن دخول مثل هذه المواقع. الناس يقال على دين ملوكهم، يعني غالبا صاحب السطوة والسلطة تقلده الرعية، إذا كان منهجه منهج صدامي تصعيدي تصور أن الرعية أو الشعب أو الأمة أو ما يسمى اليوم بالمواطنين هم أيضا يحذون حذوة. عمان تحلق بثلاثة أجنحة، الجبلة والفطرة، حتى قبل الإسلام، إنما جاء الإسلام فعززها. عندما يبعث النبي رسولا إلى قوم فيسبوه ويضربوه فيعود شاكيا أمرهم إلى النبي فيقول له: لو أتيت أهل عمان ما سبوك ولا ضربوك. إذن جبلة وفطرة، عندما أنت ترى لا ينزل نازل أرض عمان من قنصل أو سفير أو تاجر أو زائر أو أكاديمي إلا ويتحول لسانه وسيلة إعلام، ذلك ليس كمجاملة، لأن عمان أصلا ما تملك صناديق سيادية بالمليارات حتى نقول مجاملة أو شراء، إنما هو ما رآه من فطرة هذه الأمة وهذا الشعب وهؤلاء المواطنين. هذا جانب الجبلة. الثقافة والفكر السائد أيضا يساعدان أو لا يشجعان على المهاترات على السب والشتم، لذلك لا يمكن أن نجد فتوى تفصل رأس عن جسد منذ القرن الأول الهجري إلى يومنا هذا. هذه أيضا خصيصة قيادة سياسية منذ عهد الأئمة والسلاطين، أيضا هو منهج لا يسعر الفتن. المنهج السياسي تراه منهج القيادات ينعكس على الأمم وعلى الشعوب، هذا جانب. فقط أنا الآن حتى ما أنسى النقاط وتقطع الكلامي ذكرت نقطة أيضا، نحن نتكلم الآن عن الثقافة، خاصة الثقافة العمانية. تغير أكيد المشهد، ما فقط كان مؤلفات أيام الإعاربة، صار المسرح، يعني صار له دور وسائل التواصل، هذه لها دور. القصة الرواية، نحن عندنا صح كم من الأكاديميين، طبعا حتى لا يزعل الأكاديمي أنا أكاديمي، لكن هل عندي نخبة من الأكاديميين؟ عندنا صحفيين، بس هل توجد نخبة؟ الصحفي ليس الذي يسألك السؤال السطحي، إنما الذي يستل منك المعلومة وينتزعها دون أن تشعر. ألا يمكن نفكر أن نصنع مثل هؤلاء؟ أنا محتاج لهؤلاء. طيب، كم شخص يحمل دكتوراه؟ ما هو المردود فيما بعد الذي حصلت عليه الدولة؟ تنتظر الدولة من هؤلاء أمور. الدولة فقط ليس كما قلت الحكومة فقط، الدولة هي عمان كامل. أين مشاركتي إذا كنت قادر في وسائل التواصل؟ أدفع عن أرضي وبلادي بلاء من خلال تغريدة، أبث خيرا. طيب، عندي دكتورة، أين مؤلفاتي؟ أين تحقيق كتبي؟ قل ما حق جلدك إلا ظفرك. إذن ما قضية أني حصلت على شهادة لأتقدم بها للعمل، قضية أني أريد تفعيل هذه الشهادة.